كجمعيه اباء واولياء التلاميذ كوننا واحد الخليه ورفعنا المطلب ديالنا للسيد المؤسس اللي خرج بواحد القرارات حسينا بها ظالمه بحيث صنف الاسر والاسر المتضرره يعني فيهم الاداء مع الى تجاوز العدد ديالهم 10 افراد واللي زاد وتر من الموقف انه اقحم التلاميذ في هذا التفاوض وحنا ما كنبغيوش لا ندخلوا لهذا التفاوض واستغلال البوابه التعليميه. اولا انا كنت شخص عضو من الخليه التواصل اللي كانت اللي كتمثل واحد المجموعه ديال الاباء والاولياء. هذه الخليه هذه درنا واحد المطالب باش نقدموها للمؤسسه في ظل هذا الوباء هذا. ملي تقدمها للمؤسسه كان الرد ديال المدير المؤسس كيقول لنا بالتصنيف كان القرار ديالو هو تصنيف العائلات الى ثلاث اصناف. الصنف الاول هو اعفاء الكلي من اداء الواجبات، والصنف الثاني الاعفاء الجزئي للناس اللي ما تضروا جزئيا، والصنف الثالث هو الاداء الزاميه الاداء بالنسبه للناس اللي ما تضروش نهائيا من هذا الوباء هذا. حنا الاقتراح ديال المؤسسه كنا رفضناه، رفض كان اجماع بالرفض ديالو. اولا لماذا؟ لان الاعفاء الكلي قرنوا المدير المؤسس بتقديم شهاده المغادره، وهذا في حد ذاته ماشي تضامن وما فيهش روح المواطنه. هذه من جهه. من جهه ثانيه حنا كنطالبوا بالعموميه، ماشي نخصوا العائلات ولا حنا عائلات كاملين همنا واحد في ظل هذا الوباء هذا. الكل تضرر، حتى الناس اللي كانوا خدامين واللي كدوز لهم الخلصه ديالهم تضروا، لانهم كاين التزامات. شرينا لي طابلات، شرينا لي بورطابل، شرينا دي بي سي، كاين اللي رجع الكونيكسيون بواحد الاثمنه خياليه، وهذه في حد ذاتها تكاليف. تشبتنا بالمطالب ديالنا. خرج المدير المؤسس بتصريحات لبعض الجرائد الالكترونيه كيقول فيها باللي تضامن مع هذه العائلات، ولكن هنا ما شفناش في تضامن، بالعكس شفناه هو شفناه صغير من هذه العائلات هادو. تشبتنا بالمطالب ديالنا ومازال مثبتين بها. احنا المؤسسه معاها، كنشكروها صراحه، حنا كاجماع مع العائلات كاملين هذه المؤسسه، هذه مؤسسه مزيانه والطريقه ديال التعليم ديالها مزيانه وعندها واحد السمعه على الصعيد الجهوي، هذا ما عندناش فيه مشكل. المشكل الثاني اللي دارته المؤسسه هو اقحام تلاميذ وليداتنا في هذا المشكل هذا اللي مطروح به الاباء وبين المؤسسه، وهذا في حد ذاته ما خصوش يدان. انا التلاميذ باقيين صغار، واستغل البوابه ديال التعليم اللي كيدرسوا فيها التلاميذ، استغلهم لاجل هذا المشكل هذا. حنا دابا بهذه الخليه هذه مازال كنطالبوا، ومطالب ديالنا بسيطه. حنا كنطالبوا بتخفيض من الواجبات الشهريه، وباب الحوار مازال مفتوح، وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمناو هذا الميساج ديالنا يوصل للمؤسسه ويوصل للناس اللي مصدره، وحنا مستعدين لاي حاجه، مستعدين للحوار، مستعدين لكل شيء، وباب ديال الجمعيه مفتوح. وحنا المؤسسه حنا بغينا نبقاو فيها، وليداتنا كيبقاو فيها، وبالعكس هذا في حد ذات الجمعيه هذه الا دارت غيشكل واحد جسر التواصل بيننا وبين المؤسسه. مع مر حنا المؤسسه دريناها ولا تشكينا عليها ولا، حنا عندنا المشكل اسر تضرات وكطالب بالتخفيض.